السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهارده هنستكمل اللي احنا وقفنا عنده في محاضرة امبارح. ان شاء الله بإذن الله النهارده آخر جزئية في الأمن الرقمي. بكرة هيبقى في محاضرة مهمة جدا، محاضرة يوم الجمعة تبقى الساعة 2 بكرة، هنتكلم فيها على أسئلة الاختبارات الدولية اللي بتيجي في أساسيات الكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. ولو في وقت معانا هنتعلم إزاي نعمل CV، وهنتعلم لو أنا عندي درايف واتقفل إزاي أفتحه بكل سهولة، وفي بعض التركات في برنامج الإكسل هناخدها برضو مع بعض إن شاء الله. يعني في حدود محاضرة أو اتنين هنكون خلصنا كل الكلام اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي. فنبدأ النهاردة إن شاء الله في جزئية الأمن الرقمي اللي كنا اتكلمنا عليها. والأمن الرقمي خاص بأمن المعلومات للمعلم. كنا اتكلمنا على مخاطر الإنترنت، واتكلمنا على اللي هو سرقة الهوية، واتكلمنا على إزاي أخلي الطالب يستخدم الإنترنت بطريقة آمنة. والنهاردة هنستكمل الموضوع اللي بدأنا فيه. طيب، بداية كده إزاي أتعرف على مخاطر الإنترنت؟ ولازم أنا كمعلم أو كمدرس أخلي بالي من النقاط دي. يعني أنا كمعلم أو كمدرس أنا إزاي أتعرف على مخاطر الإنترنت، وإزاي أنصح الطالب أو المتدرب إن هو يخلي باله من مخاطر الإنترنت. أول حاجة السلامة، لازم تحافظ على معلوماتك الشخصية، والمعلومة دي احنا شرحناها في أكتر من موضع. لازم أنت كمعلم أو كطالب أو أيا كان إيه ظروفك، لازم أنت تحافظ على خصوصية المعلومات الشخصية. أي شخص ما تعرفوش، يعني أنا اتعرفت على شخص عن طريق الإنترنت وأروح أقابله من غير ما أخد إذن أبويا، في الحالة دي أكبر غلط ممكن أرتكبه حتى لو واثق في الشخص. يعني مش أي شخص هتعرف عليه عن طريق الإنترنت يبقى شخص موثوق فيه. الرسائل مجهولة المصدر، مش أي رسائل مجهولة المصدر أقبل الرسائل دي، مش أي حد يبعت لي رابط أروح أدخل عليه. طيب، المعلومات اللي بتتبعت لينا عن طريق الإنترنت ممكن ما تكونش موثوق فيها، فزي ما قلت لكم مش اي رابط ندخل عليه. لو انا حسيت ان انا مش مرتاح من شخص، ابلغ على الشخص ده او احذر الشخص ده. طيب، بيبقى في عملية تواصل ما بين الطالب والمعلم عن طريق الانترنت. ممكن نتواصل مع بعض عن طريق التطبيقات، عن طريق الالعاب. طيب، لما اجي اتكلم على استخدام الانترنت والمحتوى الالكتروني، يعني لازم انا قبل ما اتكلم مع الطالب لازم اعرف ايه ايجابيات الانترنت وايه سلبياته. طيب، انا كطالب ممكن اكون مبسوط ومرتاح ان انا بتكلم مع شخص بالغ، فمش دايما مش دايما انت كطالب المفروض تتكلم مع شخص بالغ. لازم انصحه ان مش اي حد تثق فيه، وبالاخص لو كان على الانترنت. طيب، لازم اختار الوقت المناسب ان انا اتكلم فيه مع الطالب. لازم اختار الوقت المناسب اللي اتكلم فيه مع الطالب، وما اندفعش، اتكلم بهدوء. طيب، انا كمعلم اتكلم ازاي؟ اشرح للطالب ان الانترنت فيه محتويات كتيره، واتكلم معاه على انواع المحتويات المناسبه والغير مناسبه. طيب، أشجع الطالب إن هو يتكلم مع شخص بالغ لو شاف حد حاجة هو قلقان منيها أو حاجة هو مش مرتاح ليها. لازم أنا أساعد إن هو يقرر بنفسه إيه المادة المناسبة ليه وإيه المادة غير المناسبة. وبرضه لازم أوضح له إن مش كل المعلومات اللي بتكون على الإنترنت صحيحة، يعني المعلومة جيبها من كذا مصدر، لو لقيت جميع المصادر كلهم متشابهين في نفس المعلومة يبقى المعلومة صح.
بس مش معنى كده ان كل المعلومات اللي بتكون على الانترنت مناسبه او صحيحه. طيب لازم اتكلم على تجربتي على الانترنت، اشجع الطلاب على تنميه الشعور بما يحبونه وما لا يحبونه، يعني خليك دايما عندك شعور بالرضا، خليك دايما كطالب، او انا اوصل للطالب ان انت وقت ما تحب حاجه اعمل الحاجه اللي انت بتحبها، والحاجه اللي انت ما بتحبهاش ابعدها عنك، ولازم تختار اصدقائك بعنايه. طيب الاستراتيجيه الابويه، اولا كأب لازم تحمي ابنك او لازم تحمي طالب من الاضرار اللي هي بتجي له من الانترنت، ولازم ما قيدش فرصه التعليميه، انت بس هتروح المدرسه هتتعلم في المدرسه، لا انا هديلك دروس، اخليك تفتح الانترنت بس تتعلم عن طريق الانترنت، مش هخليك تتعلم بالطرق التقليديه بس. لازم استخدم كلمات المرور، استخدم البحث الامن، عوامل تصفيه المحتوى، ان انا اتحدث دايما مع الطالب او مع ابني، دايما اكلمه على مخاطر الانترنت. لو كان سنه اقل من 13 سنه يفضل ما ادخلوش على الانترنت، اخليه لحد ما يوصل للفتره او الفتره الاعداديه يكون نضج وعرف يفكر، وبعد كده اعمل ايه؟ بعد كده خليه يدخل ويستخدم الانترنت بكل سهوله. طيب الرقابة عند الاتصال بالانترنت لازم تكون رقيب عليه، يعني مش رقيب ان انت تخنقه، لا شوفه بيعمل ايه، حاول تشاركه الانشطة بتاعته. طيب في بعض المعلمين بيكونوا علاقة كويسة مع الطلبة من خلال ايه؟ خلال الدرس او خلال المحاضرة، انا بعمل عملية مشاركة، بشاركك في الشرح بتاعي، اخليك تشرح حاجة معينة، اخليك تقول كلمة معينة، واسمع لرأيك، وكل الطلبات التعليمية تحت كلمة التعليمية مليون خط اللي هي مقبولة، لازم انت تكون متجاوب معها. طيب لو لقيت الطالب مستواه بيتقدم كافئه حتى لو بحاجة صغيرة، لازم تنمي جواه شعور الفخر بنفسه، انت عملت حاجة مش قليلة، لازم تكون مبسوط وفرحان بنفسك. طيب المعلم اتجاه اولياء الامور، طيب لازم انت كمعلم تناقش اولياء الامور في جميع الحلول والمشاكل اللي بتواجه ابنه، وازاي هو كولي امر يكون قدوه لابنه في استخدام التقنيات الصحيه. طيب لازم انا كولي امر اخلي وقت من فراغي لابني، مش كل وقت شغل شغل شغل. طيب لو اتبعتت لي رسالة نصية من وسائل التواصل، لو انت بتتكلم مع ابنك، ما تسيبش ابنك او طفلك غير لما تخلص مع الكلام، يعني احنا بنلاحظ ان كنا بنتكلم مع بعض الناس يجي له رسالة عن طريق التليفون، يمسك التليفون وانت لسه بتتكلم معاه، فلا في حالة زي كده لازم تستنى، حتى لو الرسالة مهمة، طالما بتتكلم مع شخص اسمعه لحد الاخر، وقت ما يخلص المحادثه بتاعته او كلامه ابتدي بص على التليفون. حاول على قد ما تقدر تليفونك او اللاب بتاعك ما يكونش في اوضه النوم اللي انت بتنام فيها، لان بالليل بيصدر من التليفونات والاجهزه الالكترونيه اشعه ضاره ممكن تضر بيك. طب لو انتوا بتتغدوا مع بعض بتتعشوا، اقفل التلفزيون، اقفلوه، هيقول لك احنا بنتسلى، لا الاكل معناهوش بتتسلى ومش بتتسلى، انت قاعد بتتغدى بتتعشى مع عيلتك، اقفل التلفزيون، حكوا مع بعض، اضحكوا مع بعض، كلوا مع بعض، كل حاجه اعملوها مع بعض، بس ما تخليش التلفزيون يلهيك. طيب احاول ان انا اساعد ابني ان هو يستخدم خطط في مسيرة حياته عموما، احاول مثلا برضو ان انا كل فترة والتانية اتبع على اتصال مع العيلة بتاعتي، يعني بيقول لك ايه صلة الرحم،
عن طريق ان انا برسل رسائل نصيه او اعمل مكالمه فيديو او استخدم وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. طيب لو الطالب عنده مشكله في الانترنت، ازاي انا كمعلم اعرف الكلام ده؟ هلاحظ ان الطالب كل يوم في نفس الميعاد الساعه مثلا 4 او الساعه 5 بيعمل نفس الحاجه، وما قاليش ان هو بيستخدم الانترنت او ساكت خالص او صامت. طيب بيكون فرحان لما يسيب الكمبيوتر او اللاب بتاعه او التليفون بتاعه. الاجهزه الالكترونيه بتسبب للطلبه الاكتئاب، الاشعه اللي طالعه منيها بتحسسك دايما ان انت متضايق، ان انت مش طايق نفسك، ان انت مخنوق، ان انت مش فرحان. فالاجهزه الالكترونيه الاشعه اللي بتطلع منها بتاثر عليك. طيب وصي الطلبه، انت كمعلم المفروض تعمله توصي الطلاب وتوصي الاباء. طيب لازم يكون في رقابه ابويه، لازم الانترنت تحاول ان انت تبحث على الانترنت انت وهو مع بعض، حاول ان انت توعيه ان في تنمر بيحصل على الانترنت. فوقت ما يحصل تنمر هو المفروض يعمل ايه؟ طيب ولازم اقول له ان مش كل الصداقات اللي بتكون عبر الانترنت حقيقيه، لازم اقول له ان بيجي من وراها بعض المخاطر. مش معنى كده ان كل الناس وحشين، لا، في ناس كويسه، بس لازم برضو يخلي باله من نقطه زي دي. لازم تغير كلمات المرور باستمرار. لما اجي اشتري مثلا تطبيق او انزل لعبه عندي بفلوس معينه، لازم اشتريها من متاجر او متاجر رسميه، متاجر رسميه زي الجوجل بلاي، ده متجر رسمي. احول اعدادات الخصوصيه كل مره اظبطها. طيب ليه كمعلم مفروض تستخدم الرقابه الابويه على الانترنت؟ اولا بيتيح لك امكانيه ان انت تحمي الطالب ان هو يدخل على المواقع المحظوره. طيب في مشكله برضو بتواجهنا كتير، ان انت كاب ما تكونش متابع مع ابنك على كل حاجه هو بيعملها. في حاجات كتيره بيعملها انت ما تكونش عارف بيها. برضه لازم نحط في بالنا ان الطلبه دول عندهم ذكاء يعني، فانا هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل فحص للجهاز كل فتره والتانيه. دايما لو هو داخل على حساب معين ما تدلوش كلمه المرور، ما تدلوش كلمه المرور، لكن لو طلبها دخلها له انت بنفسك، دخلها له انت بنفسك. طيب بيقول لك ادوات الاستخدام الامن التي توفر حماية للطلاب. طيب في كتير من الخيارات أو كتير من أدوات الاستخدام بنستخدمها عشان نحمي الطلب. طيب أنت ممكن تحظر مواقع الويب، إن أنت تتبع أدوات كلمة مفتاحية، يعني مثلا دلوقتي أنا لو جيت كتبت كمثال كلمة فيس، اول ما اكتب 3 حروف هيكمل لك فيسبوك، فدي كلمه مفتاحيه يعني كلمه بتكمل كلمه. زي لما نيجي نعمل دردشه، زي ما بنعمل دردشه على الواتساب، فبتكتب كلمه تلاقيها كملت نفسها بنفسها. في ادوات معينه بتحافظ على سريه المعلومات وهكذا. طيب نتكلم دلوقتي على موارد الفصل الدراسي والتطوير المهني. طيب في 4 مراحل من ادوات التعلم الجديده، ايه هم ال4 مراحل دول؟ طيب الاحلال والتنميه والتعديل واعاده التعريف. الاحلال يعني ايه احلال؟ انا بدل ما هستخدم التقنيه التقليديه او الاسلوب التقليدي اليدوي للتعليم، هغير كلمة إحلال، يعني هشيل حاجة وحط مكانها حاجة، هشيل القديم وحط حاجة جديدة. يعني الأول كان كل التعليم تقليدي، دلوقتي تحول إلى تقني أو تكنولوجي. طيب التنمية،
بدل ما هستخدم أداة تقليدية زي ما قلنا، إن أنا هستخدم وسائل تقنية حديثة، تنمية، يعني معايا حاجة قديمة أنا هحاول أنمي منها، أحاول أطور منها، التعديل. لازم أصمم المادة الدراسية بتاعتي بناءً على الأدوات المتاحة ليا، أو بناءً على فكر الطالب. أنا بدل ما هشرح، يعني لما أجي أشرح لواحد عنده كمثال من 12 سنة ل 17 سنة، زي لما أشرح لواحد 18 لحد مثلا 25، لا. فالمادة العلمية اللي أنت بتحطها بناءً على القدرات العقلية اللي قدامك. تعدل كل فترة والتانية في المادة العلمية. طيب إعادة التعريف. إعادة التعريف بتوفر لنا فرص إن أنا أدور على طرق جديدة للتعليم، بدل ما يبقى كلها طرق تقليدية، لا، إحنا هنستخدم طرق حديثة للتعليم. طيب أنت كتربوي، أنت كتربوي أو كمعلم، لازم تراعي بعض الحاجات. حاول على قد ما تقدر لما تيجي تاخد قرار بتغيير حاجة معينة، أنا هغير سلوك الطالب، لا، في الحالة دي لازم تحصل على موافقة أولياء الأمور. لازم تدي فرصة للطلاب للخروج في أي وقت لو هم حاسس إن هم مش مرتاحين. يعني أنت هو قاعد في المحاضرة بس حاسس نفسه مش مرتاح، ادي له فرصة إن هو يطلع إن هو إيه؟ يخفف عن نفسه شوية، بعد كده يرجع لك تاني. أحاول أوفر معلومات حول الدعم، أنواع الدعم المتاح. يعني ابين له انا ممكن ادعمه بايه كمعلم. لازم اكلمه بصراحه ازاي استخدم المعلومات اللي تم جمعها، يعني المعلومات اللي انا كمعلم جبتها علشان ادرسها لكم، ازاي تستخدمها الاستخدام الصح. طيب المادة العلمية لو هتشرح منها مش بتاعت حد غيرك، ما تنسبهاش ليك، لا، انسبها للشخص ده. موارد الفصل الدراسي. في بعض الموارد بتدعم التخطيط والاستخدام مباشرة مع الطلاب. يعني أنا علشان أدي مادة علمية لازم في موارد تكون متاحة معايا. ويمكن إن أنا أصفي الموارد دي على حسب المواطنة الرقمية. يعني إيه مواطنة رقمية؟ يعني مواطن بيكون مسؤول بس عن طريق التكنولوجيا، عن طريق الإنترنت، أمان الإنترنت، التنمر على الانترنت، البصمة الرقمية والسمعة. طيب في بعض الوسائل بنتبعهم علشان نحس الطالب على الاهتمام والمشاركة في الأمن السيبراني. نحاول مثلا ندخلهم معسكرات أو تدريبات خاصة بالأمن السيبراني، أدخلهم مسابقات خاصة بالأمن السيبراني، أنظم لهم رحلات مع المكاتب الحكومية اللي هي بتتعامل مع الأمن السيبراني. والدورات دي يفضل من سن 10 ل 12، وتكون داخل المؤسسات الحكومية، عشان أغلب المؤسسات الحكومية هتديك خبرة عملية إزاي تأمن نفسك في العالم الافتراضي. التطوع، في بعض الأنشطة التطوعية بتساعدك إن أنت تتعلم الأمن السيبراني، فدي كلها وسائل من خلالها ممكن الطالب يتعلم الأمن السيبراني. طيب يساعد المعلمين الطلاب في الأنشطة. أنت وبتعمل نشاط داخل الكلاس أو داخل الدرس أو داخل المحاضرة، لازم تدي نموذج يحتذى به. يعني أنت كمعلم لازم تبقى نموذج يحتذى به، قدوة للطلبة. أحاول أطور مهارات الطلبة، أحاول أتعرف على المهارات بتاعتهم في الأمن السيبراني، أوصل لهم مثلا أو أوفر لهم منصة اللي هم يقدروا من خلال إن هم يتعلموا ويشاركوا اللي هم يتعلموه. أحاول أدخلهم عن طريق الإنترنت، عن طريق زوم، تيمز، جوجل ميت مثلا. ممكن يتعلموا عن طريق بعض الألعاب، في بعض الألعاب خاصة بالتعلم. طيب أرسخ جواهم أهمية التطوير المستمر. لما أنت تعمل تطوير مستمر لذاتك هتستفاد إيه كطالب؟ طيب لازم أوسع جهود التعليم، يعني مش بس هعلمك أساسيات الأمن السيبراني، لا، أنا هخليك تتعلم كل ما يخص الأمن السيبراني. طيب
ازاي ادمج الامن السيبراني في الفصل الدراسي؟ في حاجه اسمها سي 3 فريم وورك، لازم اطبع على درايه باستخدام سي 3 فريم وورك علشان اعزز الاستخدام المسؤول، ولازم اكون ملم كمعلم بمفاهيم الانترنت والامان السيبراني والامن السيبراني. لازم اكون فاهم يعني امن سيبراني، وامتى بعمل الامن السيبراني، وفوائد الامن السيبراني، واهميه الامن السيبراني. ايه اخلاقيات الانترنت المفروض نتبعها؟ طيب، اولا لازم اتبع سياسيات او سياسات مقبوله من المدرسه والمنزل، ولازم ادرك ان انا لو استخدمت الانترنت باستخدام غير لائق ممكن يعود عليا بضرر، وممكن اوصل لدرجه انها تبقى جريمه قانونيه يعاقب عليها القانون. طيب، السلوكيات الاخلاقيه والقانونيه، لازم اتبع السلوك الاخلاقي والقانوني انا وبستخدم الانترنت. طيب، لازم ادربه على ان هو يذكر مصادر المعلومات، يعني المعلومات اللي هو بيجيبها لازم اكتب في نهاية كتابك المصدر بتاعك الريفرنس، يعني انت جايب المصدر ده من فين، علشان ما تدخلش في موضوع سرقة أدبية وتدخل في موضوع ملكية فكرية. لا، المعلومة اللي انت جبتها من شخص تاني قول ان انت جبتها من شخص تاني، مش عيب. مفيش حد كامل، مفيش حد متكامل، مفيش حد بيعمل كل حاجة لوحده. طيب، لازم اتحلى بالمسؤولية واداب التعامل مع الانترنت، يعني انا بتعامل مع شخص عن طريق الانترنت لازم اكون شخص مسؤول. لازم اعرف ايه العواقب القانونية للتنمر الالكتروني، يعني انا لما اتنمر على شخص انا ممكن ادخل في موضوع جريمة الكترونية ويعاقب عليها القانون. طب ايه الاثار النفسية اللي بتسببها للشخص؟ طب ايه الوقت المناسب والمكان المناسب عشان استخدم الادوات او استخدم الموارد الرقميه؟ طب يعني ايه هويه اصلا لما اجي اعمل هويه على الانترنت؟ ولازم اشجع الطلبه ان هم يفهموا لو انت ايه اهميه اداره السمعه سمعتك على الانترنت، ليه المفروض تخلي بالك منها. طيب، الأمن الرقمي أو الأمن السيبراني، هتلاحظوا إن أغلب المعلومات اللي إحنا شرحناها هي معلومات عامة، يعني بس كان المفروض ننبه عليها أو المفروض نراجع عليها بمعنى أصح. لازم تتعلم إزاي تتعامل مع أنت كمعلم، المادة دي مخصصة للمعلمين، أو أنت كمحاضر إزاي تتعامل مع الطلبة ومع المتدربين خلال المحاضرة. طيب، لحد دلوقتي في اي مشكله مع ناس؟ امور سهله والامور صعبه، لحد الان الامور فيها اي مشكله؟ الماده العلميه هندسه، كل اللي انا بشرح منه دي نازل على الرابط المثبت، الرابط المثبت اللي موجود في الجروب. المواد العلمية كلها اللي أنا بشرح فيها نازلة على الرابط المثبت. طيب، في معلومة أنا حبيت بس أنوه عليها للناس، في الإكسل هو كده الأمن الرقمي بالنسبة لي خلص. أتمنى الأمور في الجزء النظري كانت بسيطة، ما كانش فيها أي مشكلة، بس في تنويه بسيط في الاكسل اللي هنوه عليه للناس دلوقتي.
احنا في الاكسل هنا لما كنا بنحسب الاجمالي كنا بنقول ان الكميه في سعر الوحده، والضريبه لو قلنا مثلا الضريبه 5%، قلنا الضريبه هنا بتساوي الاجمالي في نسبه الضريبه. طب المستقطعات بتساوي ايه؟ المستقطعات بتساوي الاجمالي ناقص الضريبه، يعني دي اسمها المستقطعات. طيب هنا الاجمالي زي ما قلنا بيتحسب، احنا لما جينا شرحنا الاكسل قلنا ان الكميه في سعر الوحده، الضريبه بتساوي الاجمالي في نسبه الضريبه، وازاي اثبت الضريبه اف 4؟ يعني اثبت ايه؟ يعني انا هضرب بس في الخليه دي. طب المستقطعات بتساوي ايه؟ بتساوي الاجمالي ناقص الضريبه. طيب لو عايز احسب الارباح، أرباح بتساوي إيه؟ عايز حد من الناس الموجودة معايا تقول الأرباح بتساوي إيه؟ ناس تشارك معايا، الناس فين؟ الإجمالي ناقص الضريبة؟ لا، المستقطعات يعني الجزء اللي أنا هشيله هو الإجمالي ناقص الضريبة. يعني إيه اللي فاضل لك أنت؟ يعني الإجمالي هنا بيساوي، إحنا قلنا بيساوي الكمية ضرب سعر الوحدة أهو. طب الضريبة بتساوي إيه؟ الإجمالي في النسبة، وهثبت النسبة عن طريق اف 4. طيب المستقطعات بيساوي الإجمالي ناقص الضريبة اهي. طيب الأرباح، طيب أولا أنا كشخص لو معايا مبلغ 20,000 ورحت بعت ب 15,000، بعت ب 15,000، فالنسبة بتكون قد ايه؟ رأس المال ناقص المستقطع. حد عنده رأي تاني؟ أنا دلوقتي حاطط مثلا مبلغ 20,000، حلو، وبعت ب 14,000، يبقى كده أرباحي كام؟
انا حاطط 20,000 وبعت ب 14,000، يبقى ارباحي كام؟ انا كده خسران 6,000، خسران 6. لكن لو حاطط مثلا 20,000 وبعت ب 25، فانا كده ارباحي 5,000. فالارباح هنا بتساوي ايه؟ رأس المال المستثمر ناقص ايه؟ نسبة المبيعات. المبيعات فين هنا؟ هو انت حطيت مبلغ مثلا 15,000، الاجمالي بتاعك 15,000، بس هو شال مني 750 اللي هو الضريبة. فالارباح بتساوي ايه؟ ارباح بتساوي المستقطعات ناقص الاجمالي، او ناقص ناقص راس المال المستثمر. المستقطعات ناقص راس المال المستثمر اداك سالب 750، معناه ان انت خسران 750، وهنا كسبان 9,000، وهنا كسبان 14. دي ارباحك. فالارباح اولا ايه المبلغ اللي انا حطيته؟ طيب انا بعت بكام؟ فالارباح بتساوي ايه؟ اللي انا بعته ناقص الفلوس اللي انا حطيتها، اللي انا بعته ناقص الفلوس اللي انا حطيتها. فده اللي هو الارباح او المستقطعات. حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ حد عنده سؤال في الجزئية دي من الناس اللي موجودة هنا؟ طيب ما هنكتفي بكده النهاردة إن شاء الله، وبكرة زي ما اتفقنا بإذن الله هناخد مع بعض جزئية مهمة جدا. استنوا كده، هو بنك أسئلة في الأسئلة اللي بتيجي في الاختبارات الدولية. فين بنك الأسئلة؟ الساعة 2 ان شاء الله، على الساعة 2 ده بنك الاسئلة ان شاء الله اللي هنحله مع بعض بكرة. دي اسئلة الاختبارات الدولية. هنتعلم الاسئلة اللي بتيجي معاك في اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الانترنت، وتكنولوجيا المعلومات، والامن السيبراني. دي مجموعة اسئلة هنحلها مع بعض بكرة باذن الله. فمعادنا بكرة إن شاء الله هيكون الساعة 2، هنطول شوية زي كل مرة كده بحيث إن احنا نحل بنك الأسئلة مع بعض بإذن الله بالكامل. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟